ما سيدي حنا جينا من الحقونية من الثلاث، حنا كانت حبولنا تحولنا لهيها عند الزنقة اللي كان فيها هذوك مريان بيشان يعني مريان حصير، عاودوا حولونا هنا هافين في هذا تايس من هذا السيد هنا في هذا كيف من هذا السيد هنا، عاود حولونا ثاني لهنا. اليوم سيدي راه حرقونا ما خلاو لنا الذي بعثها هذه القوم كلها هي تحرقت كاملة. راه سيدي مع هاد الناس راه ما معتبرينش بينا حنا بينا هو حنا مغاربة، حنا سيدي هاد الناس راه وليداتنا، وكاين اللي مسكين معصوب هنا، وكاين اللي كيمشي كيجري على والدي وعلى ولادو. بصح ديالي كتشوف كانت عاد هنا ما قالت توقف، والبلايصه ديالي هي كتشوفها قدامك هنا. هاد الناس راه كلهم ضاعوا في السلعه ديالهم، لا يبقى لهم شي. هذا قادر هذا مزقال هنا لا معتبرين فيها تحت حتى سمعتوا الاخبار ديال اسم ديال العالم راه ما كايناش فيه. سيدي ما بقى الله الكريم ما كاين شي واحد شي حاجه اللي بقات عنده هنا راه ما كاينه. الله كريم الناس راه ما بقى عندهم والو ومواطنين، وكجاب لهم الله تبارك وتعالى راه كل واحد مسكين راه لما عدى المعيشه ديالو هنا راه ما عنده من يديها. راه الناس مساكن مرتين وتكربسوا وتعذبوا من تاهما كيلاو حفوهم من بلاصه لبلاصه، حتى داروا فيهم ولاو دايرين فيهم المشاريع وهما قاعدين مساكن ضايعين. راه حشوم هذا الشيء، راه حنا مغاربه. هذا الواقع ديالنا اللي كنا كنعيشوا واقع مأساوي، لهذا كنطالبوا بالبديل حنا بينا ما هو افضل. المهم الاقتراحات ديالنا حنا راه غنوجهو من السلطه هو انه الا كاين البديل يعطينا البديل بيخلونا نستقروا هنا يقولوها لنا، المهم يخرجوا معنا بحل الحاجه اللي بغات تكون يقولوها لنا، يا اما نبقاو يا اما يعطونا البديل. الناس المهم السوق راه قال السي الحاج السوق راه 24 عام هو كاين، الناس الوضعيه ديالهم الناس راه كاين لنا الناس فقراء ياك فهمتي، الناس اللي ما في حالهمش، الناس اللي كتعيش النهار بنهارو ياك فهمتي، الناس اللي كتعيش النهار بنهارو. المهم حنا هو الحل يكون هو خصنا نخرجوا بواحد النقطه، واش غادي نبقاو هنا ولا غادي يكون لنا البديل؟ لا بيكون البديل يواجهونا ويروحوا معنا على الطاوله ويهضروا معنا، هذا الشيء اللي بينا حنا من الصوت. هنا كاينين جمعيات، هنا كاينه جمعيه السلام، وانا منخرط في جمعيه الوفاق. المهم هنا كاينين، هنا كاينه جمعيه السلام وكاينه جمعيه الوفاق وكاين الحريفيه. المهم الناس ضاعت من جميع الجمعيات، اصحاب الدجاج اصحاب الخضره اصحاب لافير، المهم كل شيء ضاع. خلي اسميتو كي قلت لك، المهم حنا النقطتين اللي عندنا هما هادو، الحل النهائي يا اما غادي نستمروا ولا يعطونا البديل. حنا الناس راه متشردوا على ابواب العيد الاضحى، راه عرفتي اش كاين، راه الناس كتعيش النهار بنهارو ما عندهمش. المهم حنا يريحوا معنا ويعطونا البديل، نعرفوا كي كنقولوا راسنا من رجلينا، واش غادي نستمروا هنا ولا يعطونا البديل محالات اخرى؟ هذا الشيء اللي كاين. بعد مع الجمعيه ديال السلام من نهار بدات ربع من 2009 باش عطونا على القرارات وبقينا هنايا. ها 2001 ها 2001 عطونا القرارات كاتي بقينا هنايا. 127 محل اللي كاينه هنايا، فيها الالات المنزليه، فيها الفراش، فيها البياس كارتي، فيها اصحاب لافيراي، فيها اصحاب الحديد، اي حاجه كاينه هنايا. ها كلشي هاد الناس ضاعوا نهائيا، حتى شي حاجه ما كاينه، حتى شي حاجه ما بقات عندهم. المخير فيهم هنا رزقو هز فيه القزير داك اللي بقى الفوق تا هو داب. وكتشوف دابا داكشي اللي كاين راه هو هذا، راه اللي عطى ربي السوق هو هذا. ودابا كنطالبوا من السلطات، من السيد العامل رئيس مجلس البلدي، السلطه تجي عندنا وتهضر معانا وتقول لنا شنو كاين. واش حنا تسردنا؟ حنا تسردنا وما بقى عندنا والو كارتي، وتا شي حتى شي واحد ما جا عندنا كارتي. سعد القايد هو اللي جا عندنا كيسكت فينا، واحد اللي كنشوفو هو القايد والخليفه هو اللي كيجي عندنا. شي واحد اللي قال لنا شنو كاين عندكم ولا شطاري لكم ولا شواقع عليكم؟ والو. داك السوق ديك الجمعيه ديال السوق الكبير ديال لافيراي المرتشيات عطوهم كارتي، حنا ما كانش اللي يهضر معانا. كاينه جمعيه ديال المرتشيات ليها عطوهم البلايص ديالهم ودار لهم القرعه ديالهم، وحنا ثلاثه الجمعيات هنا، جوج جمعيات عطوهم وحنا لغاونا. ما كاينش اللي يهضر معانا في هذه الجمعيه ديالنا ديال السلام، ما كاينش اللي تسوقنا، ما كاينش اللي قال لنا عندهم لابس تراجيم، ما كاينش اللي قال لنا سيروا بحالكم. كنا نعرفوا حنايا فين نمشوا دابا، فين؟ اش غنديروا حنايا؟ نبقاو ناعسين في التراب ولا شنو؟ ولا نديروا ناكلوا التراب ولا اش غنديروا؟ 127 محل المخير هنا، 127 محل، كل محل عايشين فيه ثلاثة الناس، وفوق ثلاثة الناس عايشين هنايا. كاين اللي هو ولادو 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 عايشين هنايا، براد اللي كيجي جميع
لا ما كاينش عيش معنا هنا في هذا البشر، هنا في هذا السوق هذا فوق من مليون تاع البشر كيعيش عندنا هنا يوميا يوميا. من يجي كيجي من اكادير يجي من كلشي اللي كيجي كيجي بسلعته هنا وكيبيعها، واللي جات لا فيراي اللي بغيتي اي واحد خصو بياسه ديال الثلاجه كيجي كيقلب عليها فينا. هذا المحل هنا كيبيع البياس ديال الثلاجات كارطي، هذا هو اشوف اش بقى فيها، بقات فيه الشجره. هذا كان كيبيع البياس ديال داكشي ديال الانترنت تليفونات وسميتو بقات الرقية. هذا كان كيبيع الفراش بقاو العواد وشهدوا ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كنطلبوا من السلطه ومن الناس المسؤولين علينا ومن رئيس مجلس البلدي اللي كان كيجي عندنا في الانتخابات وكيقول لنا تعاونوا معنا، كنطلبوا معاه حتى هو باش يجي يتعاون معنا ويوقف معنا كما وقفنا معاهم وطلعنا من الانتخابات وصوتنا عليهم، وحنا ولادين زكان وكابرين في زكان. ومن نهار جينا كل شيء هذا الفيراي من سوق الزلات عطاو لنا هذاك الفيراي، ومن سوق الزلات عطاو لنا سوق مسيرينا، ومن سوق الزلات عطاو لنا الجمعيه. كل شيء هذا الشيء من نهار تحرق سوق الزلات 92 فرقوا تما فرقوا تما، عطاو لنا الجمعيه السلام وعطاو لنا الجمعيه ديال سوق مسيرينا. ودوزنا مع بوهيه الاول الاول اللي عطانا هنايا، من بعد رئيس بوهيه جايه وشطبوا بنا من المحطه كارتي، من المحطه من مالي الحصير تو مرة معانا كارتي، من المحطه داروا بها المحطه الى الـ الى الـ الى الـ الى الـ هنا حدا مرجان يا كارتي. من مرجان عطاونا جمعيه السلام، عطاونا هنا ونضلوا عليها ناس، ناس لا بدا منهم اللي مات الله يرحمه واللي حي الله يزيد بمثاله، ناس لا بدا منهم نضلوا على جمعيه السلام وقالوا كلمتهم، والمخير راه يدخل لجمعيه السلام اصليه ويعرف ناس سكينين لا بدا منهم. والسلام عليكم الله يرحم الوالدين.